اخواننا الحلوين اخباركم ايه؟ وحشنا كتير. يلا مع بعض نحل اول واجب مع بعضينا. شباب الواجب شيء مهم جدا 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 في الكيمستري بشكل عام. عمرك ما تبقى شاطر في ماده الكيمستري الا لما تكون بتحل واجب كويس قوي. خلي بالك من القصه ديت. عايز كمان اقول لك على حاجه، السنه دي احنا مدرجين الواجب بشكل عاجبك جدا، عاملينه 4 ليفلز. ويلا مع بعض نشوف بنتكلم عن ايه. الواجب بتاع يونت 1 بيقول لك the science of نقط contributes in discovering new advanced method in measurement to increase its accuracy. مين من الساينس دول اللي بيبدا يساعد الميجرمنت ان هو يكون عنده accuracy اعلى؟ اكيد الفيزيكس. اوعى تختار الكيمستري هتبقى حمار. يبقى اجابه السؤال الاول اجابتها تكون ايه يا شباب؟ الفيزيكس. هختار الاجابه رقم سي. بص السؤال رقم 2 بيقول لك farmers soil is very low in both nitrogen and phosphorus. عندي زي كده ارض زراعيه فيها كميه فوسفورس ونيتروجين قليلين خالص، ماشي؟ الارض فيها عيب، المفروض الحاجات دي يكون الليفل بتاعها كويس. بيقول لك which fertilizer would improve the quantity of soil and the most effective. بيقول لك مين في من الفلترايزرز اللي مديني في الاكزامبل ديت ينفع او يكون ملائم للارض ديت عشان تكون احسن. الارض فيها عيب، السويل بتاعتي فيها نسبه فوسفورس قليل ونيتروجين قليل، فانا محتاج فلترايزر فيه اعلى كميه نيتروجين وفوسفورس عشان يعودوا او يعوضوا الفرق. فانا هختار مين يا شباب؟ هختار الاجابه رقم كام؟ الاجابه رقم دي. اشمعنى رقم دي؟ البرسنتيج بتاعت الفوسفورس ب 31 والبرسنتيج بتاع النيتروجين سوري ب 31 وبتاعت الفوسفورس ب 28. حرفيا دي اكبر برسنتيج الاثنين فيهم كتار عشان يعملوا سبلاي للسويل بالحاجه الناقصه فيها. يقول لك السؤال رقم 3 يقول لك what do number in column B refer. يقول لك الارقام اللي هي هنا في الكولوم B في الحته ديت دي بتريفير لايه؟ اقول لك انا شباب الكولوم B ده بيديك هنا مثلا تعالى اقرا في الجلوكوز بيقول لك من 70 ل 110 ده رينج. الرينج عندنا في الكيمستري اسمه الريفرنس. الريفرنس ده النورمال رينج اللي بيقيس لك ايه؟ اللي بيقيس لك انت عندك مرض فلاني ولا لا. يعني مثلا البيشنت ده عنده الجلوكوز 250 والنورمال رينج من 70 ل 110. طب يا مستر اخر ال 110 بعد ال 110 بواحده يبقى الانسان ده عنده جلوكوز زياده جوه جسمه يبقى عنده مرض. فاللي بيعرفني اذا كان الانسان سليم ولا لا هو الريفرنس. الكولوم بي ده بيمثل الريفرنس فاليو. يقول لك اف يو نو بيبسين انزيم. البيبسين انزيم ده اللي بيبقى موجود في البيبس. بيقول لك works in stomach efficiently at pH 1.5. بيقول لك الايه؟ البيبسين انزيم بيشتغل عند ال 1.5 pH 2.5 pH. الرينج بتاعه الطبيعي اللي بيشتغل عنه من 1.5 لحد 2.5. قال لك what is the medium of pH of this organ. طب وبعدين هقول لك من 1.5 لحد 2.5 ده كده اقل من ال 7، فال pH هنا هيكون ايه يا صاحبي؟ هيكون نيوترال؟ لا. القلاين برضو لا، هيكون اسيدك، لان اي حاجه اقل من السبعه بتكون من انواع الاسيدك. بيقول لك study the chemical composition of the cell. لما اقول لك الكيميكال كومبوزيشن بتاعت السيل اعرف ان انت قدام البايو كيمستري. اشمعنى؟ مستر البايو كيمستري من الساينس اللي بيهتم بحاجتين، الكيميكال رياكشن جوه جسم البني ادم وكمان الكومبوننت الكيميائيه بتاعت السيل زي البروتين والدي ان ايه والفاتس وكل الحاجات الحلوه ديت. يلا سؤال رقم 6 بيقول لك الدايجستشن اوف فود. حوار الاكل بيتهضم، دي كيميكال بروسيس بتحصل جوه جسمك، فاكيد ده بايو وكيمستري. اختار الاجابه رقم بي. بيقول لك on reaction H2 with N2 ammonia produce what is the science interested in increasing او بيقول لك interested in chemical reaction. لما اجيب نيتروجين مع هيدروجين قول لي نوع الكيميكال ساينس اللي بيبدا يوصف لك ده. احنا قلنا ان الكيميكال ساينس في منهم اشكال كتير، حتى في الاكزامبل في كلهم كذا نوع من انواع الكيمياء الكيمستري. طب مستر نيتروجين وهيدروجين وبيبداوا ايه اللي يطلع منهم؟ هل ده يعتبر، تعال نشوف الاجابه رقم تي، هل ده الكترو كيمستري؟ اكيد لا. ليه مش الكترو؟ هفهمك. الراجل ده يا شباب عباره عن كيمياء
كهربيه، هل هنا جاب لك سيره الالكتريستي؟ خالص. لو الكتروكيمستري هيجيب لك سيره الباتريز. بيقول لك نيوكلير كيمستري هيجيب لك سيره نيوكلير رياكشن، برضو لا. قال لك انفايرومنتال كيمستري، هل ده في حاجه بتعالج مشكله بيئيه؟ فده مش انفايرومنتال. فالاخيره او الوحيده اللي صح هي الاناليتيكال كيمستري. بيقول لك تول يوز تو ديترماين فوليوم اوف صوديوم هيدروكسيد الكونسنتريشن بتاعه ب 0.7. هو قال لك الفوليوم، اقيس الفوليوم ازاي؟ جميل. البيكر، لا مستر ده ما بيقيس باكيوريسي عالي. الفوليومتريك فلاسك، مستر ممكن الصراحه ده من اسمه فوليومتريك فلاسك، بس ده بستخدمه اكتر في البريباريشن، انا عايز اقيس فوليوم الصوديوم هيدروكسيد. البالانس مستر، البالانس ده ميزان، ده بيقيس الوزن ملوش علاقه بالفوليوم. هختار البيبت، البيبت تول بتقيس الفوليوم، اي نعم مش بدقه عاليه ولكن بيقيس الفوليوم. بيقول لك الريسبيريشن بروسيس مين معناها؟ بيقول لك كونفرتنج جلوكوز ات او تو اي تي بي، بيحول الجلوكوز لاي تي بي. وبيقول لك ويتش ساينس ستاديز ذيس بروسيس، بيقول لك الريسبيريشن بروسيس يعني عمليه التنفس لما بتتنفس ايه اللي بيحصل. هتقول لها مستر دي بايوكيمستري. ليه بايوكيمستري؟ عشان ده كيميكال رياكشن بيحصل جوه جسم البني ادم. الرقم 10 بيقول لك دوبامين، الدوبامين اللي هو هرمون السعاده، بيقول لك انكريز باي ايتنج تشوكليت. فعلا كل ما تقعد البنت او الولد ياكلوا شوكولاته تلاقي المزاج عنده اتحسن وبقى اسعد اكتر. بيقول لك ويتش ساينس ستادي هرمونز، احنا قلنا الهرمونز يا شباب ده الكيمستري، وايه بقى يا معلمي؟ الكيمستري والميديسن اللي هو الايه الفارماسي. يعني مستر الكيمستري ودراسه الميديسن اللي هو هنا الطب او الصيدله بيدرس الهرمونات بتاعه الايه الجسم. بيقول لك which of the following laboratory tools is most accurate for separating solid from liquid. لو انا معايا solid وعايز افصله عن الليكويد بعمل ايه؟ هتقول لها مستر الفلتر بيبر. الفلتر بيبر دي من اكتر الحاجات الشاطره اللي بتفصل لك الحاجات عن بعض. هلاقي عيل شاطر يقول لها مستر بس احنا ما خدناهاش. بص يا معلم، الفلتر بيبر دي عباره عن ورقه كده هشرحها لك، دي ما اتذكرتش في كتاب المدرسه جميل، فاحنا ما كانتش موجوده في الكتاب فما شرحناهاش. ولكن وانا بعمل لك سؤال زي ده جميل كده جت في دماغي، طب افرض جاب له طول من بره المنهج، هل الولد بتاعنا يعرف يتصرف؟ فانا جبت لك اكزامبل فلتر بيبت. تمام، الفلتر بيبت دي يا شباب دي عباره عن فلتر، حاجه كده زي مصفه بنحط فيها الحاجه فبيتفصلوا عن بعض. بيقول لك عندي ايه تاني؟ بيقول لك a student submerges a solid substance in graduated cylinder. واحد صب حاجه في graduated cylinder. بيقول لك partially filled with water، بتكون مليانه من الميه. قال لك الفوليوم بتاع الميه ابتدى يزيد من 11.7 لحد 21.9. ماشي. بيقول لك what is the volume of the solid؟ لما اجي اقول لك انا عندي V1 و V2، قول لي الفوليوم بتاع الحاجه السوليد اللي انت حطيتها. في الاول جبنا السلندر كان الليكويد الفوليوم بتاعه ب 11.7، حطينا الحاجه السوليد ابتدى الفوليوم يزيد. طالما الفوليوم زاد الماده السوليد دي لما نزلت زودت الفوليوم او ادت الفوليوم بتاعها للسوليوشن، فالسوليوشن عالي. طالما السوليوشن عالي اعرف ان انت قدام يا صاحبي، اعرف ان انت قدام عمليه حسابيه. انت دلوقتي هتشغل دماغك تقول كده 21.9 ماينس ال 11.7 تقول ايه؟ هنقول كده 21.9، جيب الكالكوليتور يلا ركز معايا، هقول كده 21.9 ماينس 11.7 يطلع بكام؟ اقول لك انا يطلع بكام؟ يطلع ب 10.2. شباب دي الاجابه فعلا، الفوليوم بتاعي هنا اهوت لما ماينست الفي الكبيره ماينس الفي الصغيره على طول الكبير ماينس الصغير لما يجيب لك سيره السلندر. بيقول لك كيمستري كود هيلب ان برودكشن اوف جروبس، بيقول لك ثرو اول ذا فولوينج اكسبت. الكيمستري بتزود الانتاجيه او زياده الانتاجيه بتاعه الارض عن طريق ايه؟ اكيد هختار الاجابه ايه؟ شباب كلهم ينفعوا ما عدا الاجابه رقم بي. بيقول لك ذا برودكشن اوف ويزر، يعني ايه كلمه برودكشن اوف ويزر؟ كلمه برودكشن اوف ويزر يعني التنبؤ بالمناخ. هل التنبؤ بالمناخ ده حاجه ليها علاقه بالكيمياء؟ اطلاقا حرفيا لا. لو انت مسكت اي واحده من دول قريتها هتلاقيها ليها علاقه بزياده الانتاجيه بتاعه الارض. يعني مثلا البرودكشن اوف سوتبل فلترايزرز، فلترايزرز اللي هي الاسمده
بتزود البرودكتيفيتي. البرودكشن اوف بيستسايد، المبيدات الحشريه بتموت الحشرات فبتزود البرودكتيفيتي. الكيميكال اناليسيس بتاعه السويل طبعا بتزود البرودكتيفيتي. لو انا عرفت السويل بتاعتي فيها كيميكال اناليسيس او فيها مكونات عامله ايه، هعرف ازرع فيها حاجه مناسبه ليها والانتاجيه هتزيد. الوحيده اللي ما تنفعش هي البرودكشن او البرودكشن اوف ويزر، يعني التنبؤ بالمناخ، يعني انا اتنبأ بالمناخ. الحوار صعب جدا، مش حوار صعب بس ده ملوش علاقه بالكيمستري، ده مش هيزود لك الانتاجيه. انا مال انا كراجل بتاع كيمستري بالبرودكشن، برودكشن اوف ويزر. بيقول لك it is highly likely that ancient Egyptian developed an understanding of chemistry based on the reused different substance for which of the following practiced. بيقول لك في الموميفيكيشن، هل بتوع القدماء المصريين جدودنا هل استخدموا الكيمستري في الموميفيكيشن؟ ايوه. في الميديسن؟ ايوه. وفي الدايز؟ ايوه. يبقى all previous، يبقى جميع ما سبق. بص السؤال رقم 15، بيقول لك which branch of chemistry is most likely to study radioactivity and transformation of nucleus of atoms. مين في دول بيبدا يدرس الراديواكتيفيتي تمام and transformation of nucleic acid؟ بص يا شباب، radioactivity يعني اشعاع، اشعاع يعني nuclear chemistry، كيمياء النووية. كده انا خلصت الليفل الاولاني، ده كان ليفل كده تمهيدي. جميل، خش في ليفل 2. بيقول لك the opposite figure، فيجر اللي قدامك ده عباره عن ديجيتال بي اتش ميتر. ماشي، ديجيتال اهو، شاشه جميله كده وحلو. بيقول لك ذات ريبريزنت نقط سوليوشن، هبدا ابص في البي اتش ميتر ده اللي فيه رقمين 7.7 و 25 سليزيوس 0.2. طبعا ماليش دعوه بالسليزيوس، انا بقيس بيه البي اتش. قال لك 7.07 يعني اعلى من السبعه، فانا هقول ان ده سلايتلي الكالاين، يعني هو الكالاين يعني بيزك، بس يعني مش بيزك قوي قوي. البيزك القوي اللي بيلعب فوق في 12 13 14 كده يعني، ماشي. لكن الاسيد لما يكون قوي بيلعب تحت 1 2 3، لكن الحاجات اللي في الميد رينج دي بيكون اسيدز وبيزز ضعيفه. البيز هو الالكالاين تقريبا. تعال نشوف السؤال رقم 17، بيقول لك a diet high in protein. بيقول لك بنعمل دايت لواحد عايز يخس، حالاتي كده الراجل عايز يخس ده، المفروض يبقى ايه؟ ياكل حاجات فيها هاي بروتين وفايبرز، يعني حاجات مليانه الياف فايبرز وكمان بروتين عشان خاطر جسمه ما يملاش دهون. الحاجات دي بتخلي يحصل ويت لوس، بتخلي الانسان يخس. بيقول لك which of the following meals cannot be part of weight loss regime. مين في الميلز ديت ما ينفعش نخلي الزبون صاحبنا ده يستخدمها؟ اي بروتين فيه فاتس كتير او كربوهيدرات كتيره ابعد عنه، ده ما يخسسكش، ده يتخنك. حلو، فاقول هنا اختار مين يا اولاد؟ اختار الاجابه رقم ايه. بص يا معلم، الكربوهيدرات 98 جرام والفاتس 25 جرام، دي اكبر كميه في كل الانظمه. لو انت خدت بالك السيستم الاول والثاني والثالث والرابع، الريجيمز دول كلهم، كلهم هتلاقي اكتر واحد فيهم رقم A. رقم A اعلى في الكربوهيدرات واعلى في الفاتس. بيقول لك study photosynthesis process، هنبدا ندرس الفوتوسينثيس بروسيس. امستر الفوتوسينثيس بروسيس ده عباره عن ايه؟ تقول لي انتجريشن ما بين الكيمستري والبيولوجي. اشمعنى؟ اقول لك الفوتوسينثيس بروسيس دي عمليه كيميائيه بتحصل جوه جسم البني ادم. جميل يا معلم، طالما بتحصل جوه جسم البني ادم، سوري، دي عمليه كيميائيه بتحصل جوه النبات، انا اسف معلش، انا كده بتكلم عن الرجل الاخضر، انا اسف. النبات يا شباب بيبدا يحصل جوه جسم النبات او البلانت الكائن الحي ده عمليه بناء ضوئي. ايه هي الفوتوسينثيس بروسيس؟ يعمل ابزوربشن للكربون دايوكسيد واللايت ويبدا يعمل اكل ويطلع اكسجين. البروسيس ديت طالما بتحصل جوه كائن حي فده وش بايوكيمستري. يلا اللي بعده، سؤال رقم 19، بيقول لك all of the following are from importance of measurement in chemistry except. جميل، بيقول لك estimating blood cholesterol level، بخمن البلد كوليسترول ليفل، ولا controlling active substance. انا اختار الاجابه رقم دي الاكسبشن. ليه مستر؟ الاكتيف سبستنس دي يعني الماده الفعاله، ده حاجه تخص الدواء. انا كراجل بتاع كيمستري وميجرمنت ماليش علاقه بيها خالص. الراجل بتاع الكيمستري والميجرمنت
ممكن يديلك زي بيديلك زي اناليسز لماده معينه جوه كومباوند او جوه كومبوننت كتيره. يعني مثلا يحلل لك نسبه الاملاح او البرسنتج بتاعت السولت جوه مثلا جسمك مكون من حاجه كبيره. ممكن يقول لك ايه اللي تمشي عليه او ايه الليفلز بتاعت كل مكون جوه جسمك، يعني الصوديوم لازم يكون كذا، البروتين كذا، الكلام ده كله. واخر حاجه يقيس الايه كميه حاجه معينه جوه جسمك ويقول لك هي مظبوطه ولا لا عن طريق حوار الريفرنس لو تفتكر. فحرفيا حوار الاكتيف سابستنس مالهاش علاقه باللي احنا حكينا فيه، فانا هختارها. الباقيين كلهم ينفعوا. بيقول لك تشيكينج فاليديتي، التاكد من الفود برودكت. طبعا دي كيمستري ميجرمنت. ليه بقى؟ لان انا لما ببدا امسك الاكل واقارنه بالحاجات اللي ستاندرد فبعرف ان ديت مظبوطه ولا لا. سؤال رقم 20 بيقول لك اكوردنج تو ذا فولوينج داتا اكسبريس ملي جرام بير لتر. ماشي، عندي بوتل A وادي الارقام بتاعتها وعندي بوتل B وادي الارقام بتاعتها. بيقول لك ا بيرسون اون لو بوتاسيوم دايت، عندنا بني ادم لازم أن ياخد كميه بوتاسيوم قليله. بيقول لك ماست يوز، لازم أن تختار اني واحد ايه اني ازازه من دول. بصوا يا شباب انا هختار البوتل A، هقول كده بوتل A اللي هو الانسان الاولاني. اشمعنى بوتل A؟ قال لك نسبه الصوديوم 22 ملي، او سوري نسبه البوتاسيوم انا اسف 1.5 ملي، ونسبه البوتاسيوم تحت 80 ملي. طب يا مستر الصوديوم 1.5 وده 80، فالكلام على ايه كده؟ الكلام ان انت عندك ازازه مليانه او بوتل مليانه بوتاسيوم وبوتل البوتاسيوم فيها قليل، فلما يكون البوتاسيوم 1.5 ولا 80 اكيد طبعا هختار ال 1.5. بيقول لك فروم ذا بريفيوس تيبل، ماشي من الجدول اللي قدام سيادتك. بيقول لك if a person consumed 3.5 liter from each bottle every day، يعني جمل بيشرب 3.5 لتر من دي و3.5 لتر من دي. بيقول لك that's mean the consumes، بيقول لك الراجل ده هيكونسيوم كم ملي جرام بير داي من الصوديوم ايون. قال لك ركز على الصوديوم ايون، فانا هبدا ابروز الصوديوم ايون عشان ده اللي انا هشتغل عليه. قال لك 3.5 لتر، ماشي. طب يا مستر هو اللتر الواحد من البوتل الاولانيه فيه كام؟ هتقول لي فيه 22 ملي جرام. اقول كده بص هعمل ايه؟ قال لك يا صاحبي، قال لك 3.5 لتر، جميل، عايز اعرف فيهم قد ايه برسنتج الصوديوم ايونز اللي جواه، ما اعرفهمش قد ايه. طب بص هتعمل ايه بقى يا شباب؟ بص ده مش بس كده، ده انا عايز في البوتل الاولى اهو بوتل 1 وكمان في بوتل 2. جميل الكلام، يلا بقى ارجوك ركز معايا. بص يا شباب عندي هنا الازازه الاولى، الازازه الاولى الاولى كان فيها كام؟ بيقول لك الازازه الاولى كان كل لتر فيها كان فيه كام يا معلم؟ كان فيه، نسيت، هنرجع تاني في الصوره. كل لتر كان فيه 22 اهو، كل لتر كان فيه اهو كل واحد لتر او كل واحد لتر كان فيه 22 مللي. جميل؟ طب قد ايه بقى لما جيت 3.5 لتر؟ يا ترى هيكون فيه كام مللي؟ كروس مالتيبلكيشن اكنك في اولى ابتدائي ماس. هقول كده الفوليوم بتاع الفيرست بوتل او بوتل ايه. بص يا صاحبي هتقول ايه؟ هقول كده 3.5 ملتبلاي 22 اوفر ال 1. يطلع بكام كل ده؟ هيطلع بحاجه و70. استنى اقول لك يا 3.5 ملتبلاي 22 يطلع ب 77. ممتاز يا دكتور ريم. تمام؟ ملي او ملي جرام، تمام؟ بير دي. هو في اليوم بيبلبع 3.5 لتر. تعال نخش بقى دلوقتي يا معلم على مين؟ على البوتل الثانيه. البوتل الثانيه كان كل واحد لتر كان فيه 250 كام؟ 251. جميل؟ طب لو جبت 3.5 لتر يا ترى هيكون في كام؟ هعمل كروس مالتيبلكيشن، فاقول كده يا شباب اهو 3.5 تايمز 251 اوفر 1 يطلع بكام؟ يطلع ب، اقول كده الفوليوم بتاع بوتل بي بيساوي 878.5. جميل، اجمع الاثنين دول بلس بعض اهو، ده بلس ده عشان هو عايز السمشن بتاعهم،
فيطلع ب 955.5. يطلع يا صاحبي الإجابة رقم كام؟ يلا نشوف الإجابة رقم كام. يطلع أي الإجابة رقم A. حلو. بصوا معايا السؤال رقم 22. بيقول لك which branch of chemistry is interested in studying property of and structure of property of structure of matter and the practicals that form the matter. مستر دي physical chemistry. physical chemistry بتهتم بخصائص المادة وكل حاجة تخصها. سؤال أو level رقم 3. بيقول لك the opposite graphical أو الجراف اللي قدام سيادتك ده بيقول لك represent the effect of temperature on activity of one of human digestive enzymes. بيقول لك this represent integration ما بين مين ومين؟ ما بين الكيمستري هختار والبيولوجي. اشمعنى؟ مستر انا بدرس انزيم جوه كائن حي فده كيمستري وبيولوجي. جميل. اللي بعده 24. بيقول لك the science which interested in the conversion of liquid water to water vapor and vice versa in order to preserve equilibrium in nature. بيقول لك الساينس اللي بيهتم بالإكوليبريم والووتر فيبر وازاي نحولها ليكويد والكلام ده كله. ايه ده بقى يا معلم؟ ده اكيد فيزيكال كيمستري، ان انا بهتم بالبروبرتي بتاعت الماتر وبدرس الاستراكشر بتاعتها، والإكوليبريم من ضمن بروبرتي المواد، فانا اختار الاجابه رقم دي. بيقول لك most of semi solid bends. بيقول لك معظم المواد السيمي سوليد يعني اللي هي ما بين السوليد وما بين الليكويد، بيقول لك become liquefied by effect of movement force caused by paint brush used in bending. وانت بتدهن الحيطه بتحط البويه على الحيطه فبتبدا البويه دي تكون سيمي سوليد، هي ليكويد وما بين الليكويد وما بين السوليد، فلما تجيب الفرشه تقعد تدهن بيبدا يحولها من السيمي سوليد بيحولها لسوليد، لان الحركه دي الموفمنت دي بتخليها تلزق في الحيطه. فحرفيا ده كيمستري وايه؟ اكيد كيمستري وفيزيكس، لان حاجه فيها موفمنت حركه، الفيزيكس بتهتم بالموفمنت والميجرمنت وخلافه. بيقول لك كيميكال انجينير ورك ات ان نيو فاكتورز. بيقول لك انكلود ذس ويتش برودوس اول ذا فولوينج اكسبت. الكيميكال انجينيرز الناس بتاعت الكيمياء. جميل. الناس بتاعت يا معلم الكيمياء والانجينيرنج بيدرسوا ايه؟ هل ميتالز؟ لا، الميتالز ليها علاقه بالايه؟ بالكيميكال انجينير. انا اختار سيتس. سيتس يا شباب يعني بذور. مستر ده مهندس، مهندس ده ماله بالحاجات الزراعيه. الحاجات الزراعيه اللي اسمهم الاجريكلتشر انجينيرز او الكيميكال اجريكلتشر انجينيرز. لكن هنا واحد مهندس في مصنع بينتج ميتال، كوزموتكس، مستحضرات تجميل، التايرز، التايرز اللي هي الكاوتشات، كل دي حاجات صناعيه. انجينير يعني صناعه، لكن السيتس دي حاجات تخص الارض، اكيد مش المهندس خالص. بيقول لك the opposite figure represent human circulatory system. ده الهيومن سيركولاتوري سيستم. بيقول لك this figure illustrates some sort combination between. الرسمه دي بتوضح ايه؟ اول حاجه دي ده بيولوجي عشان جسم بني ادم. قال لك اكسجين ريتش واكسجين بور، برضو ده مش بيولوجي بس ده كيمستري، يبقى كيمستري وبيولوجي. واخر حاجه قال لك اجينست جرافيتي فده برضو فيزيكس، فيكون الاجابه كيمستري وبيولوجي وفيزيكس. بس خلي بالك انا بدرس هنا سيستم جوه الجسم، فلو ما لقيتش بيولوجي ما يضرش الميديسن الطب، لان بتوع الطب برضه بياخدوا بيولوجي. بيقول لك اليوريا رياكت ويز اوكسجين، يوريا واكسجين بيتفاعلوا. بيقول لك تو فورم كربون دايوكسيد نيتروجين اند ووتر. ذا توتال فوليوم اوف بروديوسد جاز لارجر ذان رياكتنت فوليوم. الفوليوم قبل قليل لكن بعد الفوليوم بيزيد. بيقول لك اندر ذا سيم كونديشن. بيقول لك وات از ذا ساينس ويتش انترستد ان ستادينج this kind of reactions. بيقول لك ايه الساينس اللي يهتم بدراسه الرياكشنز ديت؟ مستر بايو؟ لا، دي حاجات مالهاش علاقه بالبايو. طالما حاجه فيها بريشر وضغط وحركه والحاجات دي كلها هيت، اختار فيزيكال كيمستري. سؤال رقم 29. بيقول لك what is the science which interested in separation process and the detection of component of substance qualitatively and quantitatively. هفصل حاجة عن حاجة
واعمل لها اناليسز، يبقى ده الاناليتيكال كيمستري. طالما هتفصل مواد ولقيت كلمه كواليتاتيف او كوانتيتاتيف، هبدا اعمل فصل واقيس كل مكون، كده انت جوه الكيمياء التحليليه اللي اسمها الاناليتيكال كيمستري. بيقول لك which of the following is incorrect regarding importance of measurement، مين في دول يعتبر incorrect في قياس الايه او في استخدام ال importance of measurement في الكيمستري. هبدا اختار مين يا شباب؟ الاجابه الاولى. ليه يا مستر على طول قلت الاولى؟ بيقول لك determination aspirin dose for a child. انا دخلت في حوار الاسبرين دوز، يعني قصه ان انا بدي جرعه لولد، جرعه الاسبرين لولد. الحوار ده ملوش علاقه بالميجرمنت خالص في الكيمستري. الميجرمنت يا شباب ده محدد في الحاجات اللي انا قلت لك عليها، يقيس لك نسبه برسنتج مكون جوه كومبوننت كتيره، يقيس لك الفاليديتي بتاعه الفود او الدرينكينج ووتر، هل ده مناسب وطبيعي وليفل طبيعي ولا اقل ولا اكتر. واخر حاجه يقيسي بقى صاحبي، اخر حاجه يقيس الانسان ده مريض ولا لا على حسب الريفرنس. لكن اسبرين دوز لما اجي اقول لك جرعه اديها لجسم بني ادم، دي مش كيمستري خالص، دي مش ميجرمنت في الكيمستري، دي حاجات متخصصه في الصيدله مش عندنا خالص. بيقول لك the opposite figure a mixture of sand water with board، اهي صبناهم in a funnel contained filter paper. بيقول لك to measure the volume of water in this mixture which of the following tools can use instead of beaker to measure volume more accurately. بيقول لك مين في دول اقدر اقيس بيه بدقه اعلى؟ اكيد الجراديويتد سلندر. الجراديويتد سلندر يا شباب عباره عن سلندر متدرجه من 0 10 20 30 والشرط صغيره عشان اقيس بيها الفوليوم بدقه اعلى. كل دول الاكيوريسي بتاعتهم معينه خالص. بيقول لك what is the tool used in preparation of potassium hydroxide solution. بيقول لك to be used in determination the concentration of sulfuric acid. جميل ماشي مستر، مين في دول بستخدمه في قياس السلفوريك اسيد؟ جميل، قال لك هنا preparation. جميل، قال لك used to determination concentration. هبدا استخدم preparation احضر، وعايز اعرف الكونسنتريشن بتاع السلفوريك اسيد، فانا اختار الفوليومتريك فلاسك. طالما قال لك تحضيرات وهتقيس كونسنتريشن يعني تركيز حاجه بدقه، يبقى لازم نختار الفوليومتريك فلاسك. يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك if two balls of the same volume، بيقول لك one of them cover والماس بتاعها 8.8 ماشي. بيقول لك and the other of aluminium، والالمنيوم هو الثانيه 2.7 جرام ماشي. قال لك اربط ان تو جراديويتد سلندر كونتيننج ذا سيم فوليوم اوف ووتر. حلو الكلام. بيقول لك زين ذا ديفرنس اوف اليفيشن اوف ووتر ان ذا تو سلندر ويل بي نوت. جميل، قال لك الاثنين بولز عندهم نفس الفوليوم، فطالما عندهم نفس الفوليوم فالاليفيشن الاثنين الفوليوم بتاع الاثنين سلندر هيزيدوا نفس المقدار. ما يهمنيش وزن الكوره، الكوره لما بتنزل في الميه بتبدا تزود الفوليوم بتاعها على فوليوم الميه. فالاولانيه لو طلعت كده فالثانيه برضو طلعت كده، الاثنين في سوا واحد حرفيا. البول دي يا شباب مالها؟ الاثنين هيرتفعوا او هيزودوا نفس كميه الفوليوم، فالديفرنس ما بينهم زيرو. تخيل الاولى زودت فوليوم، ما هو قال لك الاثنين نفس الفوليوم، لو الاولى ب 5 مللي زادوا فالثانيه ب 5 مللي، فالاثنين كده مظبوطين. بيقول لك تو ايدنتيكال بول، جبت اثنين كوره. بيقول لك were placed in water، ودي اهي في الشكل الاولاني. جميل، في الجراديويتد سلندر ديت. قال لك الفوليوم بتاعت الكره ابتدت ايه تختلف. اهي البول ديت اول ما نزلت هنا راحت نزلت دي اهوت، هما اتنين بول. اول ما حطيت الكورتين هنا اهوت لقيت الميه زادت، بدل ما كانت 40 ابتدت تلعب في كام يا صاحبي؟ اهو اخر نقطه في الكيرف ابتدت توصل ل 45. يعني كانت ب 40 وصلت ل 45. طالما كانت ب 40 وصلت ل 45 كده اعرف ان انت الكوره دي الكورتين دول زودوا 5 مللي. قال لك ايه؟ قال لك وات از ذا فوليوم اوف ذا بول، الكورتين ب 5 مللي، الكورتين ب 5 مللي، فالكوره الواحده ب 2.5 وش. فاختار الاجابه رقم ايه. تعال نشوف القصه هنا ماشيه ازاي. بيقول لك a student wants to perform an experiment to measure the time of dissolving 2 جرام. الراجل عايز يعمل اكسبيرمنت عشان يقيس التايم، علم عليها
مش متعلم على التايم. قال لك ديزولفينج 2 جرام، عايزين يجيب 2 جرام او يوزن 2 جرام او يدوب صوره 2 جرام، بيقول لك اوف ماجنيزيوم كومبليتلي ان 100 ملي جرام من الهيدروكلوريك اسيد. بيقول لك وات ار ذا ريكوايرد تول فور ذيس اكسبيرمنت، اورلي تول اللي انت محتاجها للاكسبيرمنت ديت. هل محتاج ستوب واتش؟ طبعا انا عايز اقيس التايم اصلا، ده عنوان التجربه، يبقى انا محتاج ستوب واتش. اي حاجه ما فيهاش ستوب واتش طياره. الاجابه رقم بي طياره، اوعى تختارها، اخترتها تبقى انت ايه طمعين. بيقول لك غير كده، قال لك انا هقيس 2 جرام، ف 2 جرام كده انت محتاج السنسيتيف بالانس، فاي حاجه ما فيهاش سنسيتيف بالانس طياره، فالاجابه رقم دي هي كمان طارت. كده انت قدامك يا باقي ما بين A وما بين C، انت عايز ايه بقى؟ انا عايز اقيس 100 ملي، فاللي بيقيس لك المليهات فوليوم يبقى جراديويتد سلندر. اي حاجه ما فيهاش جراديويتد سلندر طيرها، فالطير سي، فما بقى لكش الا الاجابه رقم كام يا صاحبي؟ الاجابه رقم A. بيقول لك one of student performed an experiment to measure the change in temperature. انا عايز اقيس التشينج في التمبريتشر. علم على الحاجات اللي انت عايز تقيسها عشان تعرف تختار اختيار صح. بيقول لك on adding 25 ملي، قال لك هنحط 25 ملي من الهيدروكلوريك اسيد، ماشي. قال لك up to different volume، هنحط 25 ملي من الهيدروكلوريك اسيد على فوليومز مختلفه of sodium hydroxide solution. ابو بعدين قال لك which of the following tools the student should not need، مش محتاجها during الاكسبيرمنت. بص انا هختار الاجابه رقم سي. ليه بقى يا معلم؟ ده ستوب واتش، انا مالي ومال التايم. هنا بيقول لك انا عايز التشينج في التمبريتشر، هلاقي كان غبي يقول لي مستر دمزان، لا ده ستوب واتش وهي ساعه وليها عقربين، ده وش ستوب واتش عمره ما يكون ميزان. السؤال رقم 37 5 different solution are tested with pH paper tab. جبنا ورقه البي اتش وقعدنا نقيس السوليوشن. بيقول لك they are colored with colors illustrated in opposite table، ماشي. بيقول لك what is the pair of solution are acidic، مين في البيرز دول acidic؟ الاسيديك يا شباب اللي عنده بي اتش اقل من 7، فانا هيكون عندي الاجابه A و B، دول الاسيديك. بص كده يا نجمه معايا، الليفل الرابع اقوى حاجه، خلي بالك من كل سؤال هنا، دي حاجات هاي سينكينج، نسبه انها تجي لك في الامتحان مش كبيره ولكن ظبطها. يلا ركز معايا. بيقول لك التيتشر كفر سكيل اوف ميركري، انا عندي هنا شويه ميركري، التيتشر غطى السكيل، غطى بقى التدرج بتاعه. بيقول لك تو تيست ابيليتي اوف ستودنت تو ميجر بويلينج بوينت اوف انون ليكويد، هو الراجل ده غطى السكيل عشان يعرف ايه، يختبر الطلبه المتفوقه اللي زي حالاتكم كده عشان يعرف بويلينج بوينت بتاع ليكويد. بيقول لك which of the following represent boiling point of this liquid؟ تقول له يا مستر طب انا هعرف منين؟ ما مش محدد لي مين هو الليكويد. بيقول لك بس عندك معلومه ظريفه، بيقول لك knowing that it is boiling point lower than water، قال لك اقل من الميه، فانا اجابه سي واجابه دي رايحين في 600 داهيه. ليه؟ اقول لك انا يا صاحبي، القصه كلها ان الميه عندها بويلنج بوينت 100، وانا بقول لك الليكويد ده اقل من الميه، طالما اقل من الميه يبقى انا قدام ايه؟ قدام اختيار يا اما A يا اما B. طب يا مستر تختار مين يعني؟ انا اختار الاختيار رقم A. ليه بقى؟ هقول لك. شايف الشرطه الكبيره ديت؟ الشرطه الكبيره دي شرطه معناها 10 او 20 او 30 او 40 او 50 او 60، رقم ما فيهوش كسر يعني رقم كبير. والشرطه اللي في النص دي معناها 45 35 35 45 55 65 وهكذا. جميل. فلو خدت بالك هنا السكيل معدي الشرطه اللي فيها 5، يبقى انا لازم في الاختيارات اختار حاجه 5 وشويه، فالوحيده اللي تنفع الاجابه رقم A. بيقول لك diabetic patient had a breakfast composed of half bread loaf، بيقول لك 200 جرام اوف بوتيتو، بيقول لك 4 سبونز اوف بينز اند 1 ميديوم ابل. If you know that patient need to be inject by 2 يونت اوف انسولين، البيشنت ده محتاج 2 يونت من الانسولين. بيقول لك فور ايتش كربوهيدرات يونت، يعني كل يونت كربوهيدرات هياخدها محتاج قدامها 2 انسولين. بيقول لك هاو ميني يونت، قول لي عدد اليونت بتاعت الانسولين اللي المريض ده محتاجها في البريكفاست.
حلو. طب مستر انا هعرف منين كميه الكربوهيدرات اللي الراجل ده خدها؟ ما هو بيقول لك كل قد ايه يا شباب؟ كل 2 يونت من الكربوهيدرات قدامهم واحده انسولين، قول لي عدد الانسولين. هحسب الكربوهيدرات من التيبل ده، الانسان ده خد كربوهيدرات قد ايه؟ يلا نشوف مع بعض. قال لك نص رغيف، هاف بريد لوف. طب يا مستر والنص رغيف ده يعمل له كام يونت كربوهيدرات؟ هو بيقول لك الربع رغيف، كل ربع رغيف عباره عن 1 كربوهيدرات يونت. طب لما اقول لك انا معايا نص رغيف، النص رغيف ده عباره عن ربعين، ربعين يبقى انا عندي هنا في اول حاجه في العيش 2 يونتس، يبقى هنا الهاف بريد عباره عن ربع وربع، الربع معاه يونت يبقى ربع وربع يعني ربعين معاهم 2 او معاهم 2 يونت، دي اول حاجه. بيقول لك 1 ميديوم ابل، ال1 ميديوم ابل دي اهي، وقال لك التفاحه ب1 كربوهيدرات يونت، فال1 ميديوم ابل دي بواحد كربوهيدرات يونت. مش بس كده، قال لك if you know that patient need to be injected. لا مش بس كده، تعال نشوف بقى الحاجات الثانيه. قال لك هنا 200 جرام اوف بوتيتو، قال لك 200 جرام بوتيتو. طب ال 100 جرام عندهم 1 كربوهيدرات، ال 100 عندهم 1 كربوهيدرات يونت، طب انا اكلت 200 جرام بوتيتو يبقى انا عندي هنا 2 كربوهيدرات يونت، اهو البوتيتو دي عندهم 2 كربوهيدرات يونت. قال لك 4 سبون اوف بينز، 4 سبونز اوف بينز، بيقول لك اربع معالق، وهنا فعلا لحسن حظك سالكه اربع معالق من البينز ب1 كربوهيدرات يونت. طب خلاص ماشي يا مستر، الاربع معالق من البينز ديت عباره عن ايه؟ هقول لك انا عباره عن ايه؟ عباره عن 1 كربوهيدرات يونت، فهي ديت عندي هنا 1 كربوهيدرات يونت. كده بقى عندي النص رغيف 2 كربوهيدرات يونت وشرحناها، وبعد كده 1 تفاحه و2 2 كربوهيدرات يونت البوتيتو 1 سبون، يبقى انا كده قدام 6 كربوهيدرات 6 كربوهيدرات يونت. طب عندك كم انسولين بقى؟ كم حته؟ انا هختار 12 يونت. ليه بقى؟ ما هو بيقول لك كل 1 كربوهيدرات يونت او 1 كارب بياخد 2 يونت من الانسولين، كل واحده كارب تاخد 2 يونت انسولين، حلو الكلام؟ طب انا معايا 6، ف 6 في 2 يطلع ب 12. بيقول لك on moving ball from 1 graduated cylinder to 2، ماشي. قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك الفوليوم قل بمقدار 10 مللي، ماشي. بيقول لك what is the increase in graduation of level in cylinder 2؟ طالما هنا الكره لما شلتها قل 10 مللي، يبقى الفوليوم بتاع الكره 10 مللي، فلما احطه في فوليوم في سلندر 2 اكيد الفوليوم هيزيد نفس ال 10 مللي، فانا هختار الاجابه رقم بي. مش بس كده، بيقول لك الاوبزيت فيجر ديت اهي، بيقول لك ريبريزنت سيكشن اوف اتش بيوريت وجراديويتد سلندر، حلو ماشي. طب يا مستر وبعدين؟ قال لك ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت كوريكت ريدنج. بص يا شباب، البيوريت بتبدا الزيرو من فوق وتقعد تزيد 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد ما توصل لتحت خالص. فحرفيا هنا يا شباب لو خدت بالك، هنا رقم واي بتمثل البيوريت، لكن رقم اكس بيمثل ايه يا صاحبي؟ بيمثل السلندر. فاقول هنا السلندر اهي 44، ادي يا معلم ال 40، وهي هنا بعديها بشرطتين وبعديها بثلاث شرط ال 50، فكل شرطه ب 2 مللي، فاقول هنا من 40 شرطتين يبقى 44 44. السلندر اهي لو خدت بالك ادي 27.1.2.3.4.5.6.7.8 بقت 27.8، فانا عندي سوري انا عندي نوت 27.8، فاختار الاجابه رقم بي. اقرا كل واحده لوحدها، ولكن خلي بالك مين الجراديويتد سلندر ومين البيوريت. بيوريت الزيرو من فوق، فزيرو 1 2 3 اهو، حتى تبدا صغير من فوق وتقعد كل ما تقلت تزيد، ده عكس السلندر، السلندر بتبقى قليله من تحت وتقعد تزيد لما تطلع لفوق. حلو يلا ركز معايا. بيقول لك the opposite diagram represent the importance of O2 and CO2 gas for sustained life، ماشي. قال لك the process show clear integration between two signs. مستر ايه الساينس دول؟ عندك اكسجين وكربون دايوكسيد فدي كيمستري، وعندك ريسبيريشن وفوتوسينثيز فدي عباره عن كيمستري وبيولوجي.
بص كده يا صاحبي على السؤال رقم 43، بيقول لك which of the following represent مين في دول بيمثل ايه؟ بيمثل quantitative measurement، مين في دول بيقيس لك كميه. حلو. طب quantitative quantity حاجه بقيس بيها كميات او بقيس بيها الكواليتي. quantitative analysis اقول كده نسبه الميثين 75% دي quantitative، وممكن كمان اقيس ايه الرقم ايه تنفع؟ صوديوم كلورايد ايونيك؟ لا بعيده. البويلنج بوينت بتاعت الميه 100 سيليزياس دي حاجه بقيس بيها الكوانتيتي، ممكن الاجابه رقم سي تنفع. بيقول لك وات از ذا تو تولز ريكوايرد تو ميجر دينستي اوف بتروليوم اويل؟ مين التولز اللي بستخدمهم عشان اقيس الدينستي؟ شرط الدينستي تتقاس، الدينستي ممكن تقيسها من قانون بيقول لك الدي بتساوي الماس اوفر الفوليوم. ماشي حلو الكلام. ماشي. طب وبعدين ايه بقى يقيس لك بيه الماس؟ الماس الديجيتال بالانس. ماشي. والفوليوم اللي هو الفوليومتريك فلاسك. البيوريت ممكن تقيس لك الفوليوم بدقه عاليه ولا الجراديويتد سلندر ولا الراوند بوتوم؟ بلاش الفوليومتريك فلاسك ده خالص، صعب بعيد، ده بيعمل بريباريشنز. راوند بوتوم فلاسك نفس الكلام، عندي هنا البيوريت والجراديويتد سلندر. خلينا احسن في البيوريت عشان البيوريت عشان بتقيس لك الفوليوم بدقه اعلى. بيقول لك which of the following represent both بيوريت and بيبيت. جميل. مين في دول بيمثل البيوريت والبيبيت؟ بيقول لك they are graduated from top to bottom. لا العكس، بيقول لك they are graduated from bottom to top. top to bottom ولا bottom to top؟ هقول لك. بص يا معلم، انت بتبدا ايه التدريج بيبدا من فوق لتحت، من التوب للبوتوم. ماشي. الاثنين بيبداوا من التوب للبوتوم. بيقول لك they are made of glass or plastic، ممكن من الجلاس او البلاستيك. بيوريت والبيبيت ممكن من الجلاس او البلاستيك. بيقول لك they are used to measure volume of liquid، الاجابه دي مؤكده 100%. هنا بيقول لك رقم اي they are used in mixing liquid. لا غلط، دي بعيده خالص، يبقى الاجابه رقم اي دي بعيده خالص وحشه. بيقول لك هنا they are made of glass or plastic. البيبيت يا شباب مش معموله من الجلاس او البلاستيك، برضو بعيده، رقم سي بعيده. بيقول لك graduated منين يا معلم؟ من التوب للبوتوم. اختار الاجابه A ودي. بيقول لك رقم 46 all the following similarities between graduated cylinder and burette except. كل دي similarities ما بين الجراديويتد سلندر والبيوريت، ما عدا واحده بس. they are used in major volumes of liquid، بستخدمهم في قياس الفوليوم. لا ده دي صح، وعايز الاكسبت الحاجه مين السيميلاريتي. كل دول سيميلاريتي ما عدا حاجتين مش سيميلاريتي. بيقول لك they are used in major volume of solid object، الاجابه دي انا هختارها. ليه؟ لان البيوريت ما بتعرفش تقيس الفوليوم بتاع الماده السوليد. قصدي ازاي احط طوبه جوه بيوريت؟ غلط. جراديويتد سلندر بحط الطوبه واجيب فوليوم 1 وفوليوم 2. بيقول لك they are made of glass، الاثنين معمولين من الجلاس ينفعوا. بيقول لك they are graduated tools برضه ينفعوا. بيقول لك they are used in titration process، اللي بستخدمه في التايتريشن هو البيوريت بس مش الجراديويتد سلندر. جميل الكلام. يلا ركز معايا، انا كده خلصت خلاص. وبكده يا شباب نكون ختمنا مع بعض السؤال الاخير، واتمنى يكون الواجب استفدت منه، ويا ريت الواجب ده تتفرج عليه بشكل كامل ودقيق، ولو الوقت معاك تتفرج عليه مرتين. شوفوا الشوكة شباب على خير.